لا يعرفون الحزن ابدا ابدا. وليس ادل على ذلك من الوقت القريب الذي قام فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح اكبر مسجد واكبر كنيسة بالعاصمة الادارية الجديدة. وفرحنا اشد الفرح حينما رأيناه بالامس يقف بجانب اخواننا المسيحيين وكلهم يتهافتون لاخذ السلام والبركة والمحبة منه، فكان يمد يده للجميع ليعلن للعالم اجمع ان هذا الشعب هو شعب السلام وان مصر هي بلد السلام. والجميع في شتى بقاع العالم اذا خاف او فزع لا يفكر في وطن الا مصر لانها بلد الامن والامان. وقد ذكر القرآن مصر في اكثر من موضع الا وان احبها الى قلبي. ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. حفظ الله مصر برئيسها وقادتها جميعا وجيشها وشرطتها. دامت دياركم عامرة بالفرحة والسلام. كل عام وحضراتكم بخير. وكما بدأت بالسلام أختم كلامي بالسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.